مساء الخير للكل وين ما كنتوا عم تسمعونا بكل أنحاء العالم. يسعد صباحكم وأوقاتكم. يسعد مساكم وصباحكم وكل أوقاتكم. معكم لحلقة اليوم بالإعداد والتقديم ميساء يونس، وبالتنفيذ ديما ديوب، والإخراج جنينة خضر. وين ما كنتوا مستمعينا عم تسمعونا، أحلى رفقة رفقتكم، برنامجنا منكم وإلكم وين ما كنتوا. يسعد مساكم وكل أوقاتكم. من الشام منطل عليكم من مدينة الياسمين. يسعد مساكم وصباحكم. مستمعينا، ضيفنا اليوم منور الحلقة بوجوده وإطلالته. يا بتهلب صوارنا حل الفرح بديارنا، يا بتهلب صوارنا حل الفرح بديارنا، بوجودكم نحن لطفكم دون أصحاب النارنا. يا بتهلب يا هلا يا هلا. ضيفنا بتعرفوه هو غنى عن التعريف تماما، ما غاب ولا لحظة عن وطنه رغم المسافات. رغم المسافات موجود بقلب كل سوري، وسوريا موجودة بقلبه وما تركها لحظة. يلا بابور بابوري عشامي وديني، وانا عفرقيل ويلب مقهور، يا مين بنربو يهنيني. سرنا اليوم مستمعينا انه يكون ضيفنا الفنان السوري المخرج والممثل عارف الطويل. وانا عفرقيل ويلب مقهور، يا مين بنربو لو سهلة بفناننا السوري الكبير والرائع والغالي على قلوبنا جميعا. أكيد كل المغتربين بيعرفوك 100% يعني، ومتابعينك لحظة بلحظة دائما وعلى طول. أستاذ عارف، أهلا وسهلا فيك، نورت حلقتنا لليوم. أهلا وسهلا فيك، يسعد مساكي، يسعد مسا سوريا بلدنا، يسعد مسا شعبنا الصامد وجيشنا الصامد، يسعد مساكم. أهلا وسهلا فيك، نورت حلقتنا والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب.
إذن أستاذ عارف، أهلا وسهلا فيك، منورة حلقتنا بوجودك اليوم. طبعا المغتربين متابعينك لحظة بلحظة وداخل سوريا وخارج سوريا أيضا، يعني غبت أنت وبالمغترب، يعني عفوا أنه أنت خارج سوريا دائما مع سوريا بكل لحظة وبكل ثانية كنت مع سوريا، يا ترى شو اللي خلاك تعمل هيك؟ شو وسائل التواصل الاجتماعي أهميتها هي اللي خليتك دائما تسهل عليك هالقصة هاي؟ هلا اللي صار انه انت بتعرفي اعداد المغتربين السوريين بالعالم العربي ولا وبالبلاد الاخرى بالعالم هن ملايين، وهدول المغتربين بالحقيقه هن كانوا قبل الازمه ومن سنوات طويله جدا هن كانوا دائمين الشوق لوطنهم الام سوريا، وهن كانوا حابين معهم، وكلمه سوريا كانت ربما تخلي الواحد دمعته تنزل حقيقه، وهذا عم قلك قبل كتير. يمكن نحن ما كنا شاعرين فيهم لأنه نحن بالداخل هون يمكن بعاد، ما كان في فعاليات كافية لحتى نتواصل معهم، كانوا قرايبينهم وإخواتهم بيعرفوا هذا الشيء. لكن لما ألم بأمنا سورية هي المحنة، ظهر المغترب السوري على حقيقته، ظهر المعدن الصافي والأصيل للشعب السوري وللمغترب السوري، ووقف مع بلده وقال صرخته بالعالي، قال لا سوريا لا، سوريا خط أحمر لا حدا يمد إيده عليها. وكان في حقيقة يعني أنا بعتبر أنه كان في تأثير كتير قوي وإيجابي، وحتى تأثير ب يعني الوقوف بوجه الإرادة العالمية، يعني حتى لما كانوا ناويين على ضربة لسوريا إذا بتتذكروا قامت عواصم العالم كان المغتربين السوريين وحتى العرب قاموا عملوا وقفات احتجاجية وكذا، وأثنوا القرارات العالمية وخلوها تتراجع عن هذا الأمر، يعني كان لهم تأثير كتير كتير كبير. أما نحن بالمغترب حقيقة كان كنا ما كتير بتعرفوا أنتم محطاتنا الإذاعية والتلفزيونية محاربة بالانتشار بالعموم، يعني طبعا من ضمن هي الحرب الكبيرة، وبالمقابل كان في إعلام كتير مغرض يتمثل بمحطات للأسف تبث من الوطن العربي، لكن هي كان دورها مؤثر ودورها دموي كما هو دور المجموعات الإرهابية بالضبط إذا مو أكتر كمان. فانتظمت مجموعات الاغتراب ضمن مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وتويتر وتم يعني إنشاء صفحات وطنية للتواصل ونقل الخبر، يعني كنا احنا بالبدايات نقل الخبر عن تلفزيوننا عن وكالة سانا ونبدأ بنشره ونتناقله، يعني إذا أنا مثلا عندي 20,000 متابع ولا 50,000 متابع ياخدوا كمان صديقي كمان آدمين تاني بموقع ياخدوا ينشروا لعنده كمان هو عنده مثلا 100,000 كذا كذا، كنا ننشر هيك الأخبار وكنا نحارب ونفضح الكذب والزيف، وبهيك والقصة صار لها من أول الأزمة إلى الآن المغترب السوري ما زال صامد ما زال متعلق بوطنه وعم ازداد تعلقه أكثر وأكثر، يعني اللي كان مراهن أنه طول الأزمة أنه ربما هي للأسف خاب الأمل الإجرامي تبعه، ولقى أنه الشعب السوري عم يتماسك أكثر وأكثر كل ما بتزداد الأزمة زمنا. بس ما شاء الله يعني همة عالية دائما بالتواصل، عندك صفحة طائر الفينيق بإضافة لبروفايلك في صفحات أخرى تانية. نعم أنا أدمن بصفحات وطنية كتير كبيرة، يعني أكبر صفحات أو بالأحرى أنت فيك تقولي الأدمنز السوريين بالعموم لأهم الصفحات الوطنية كتار الصفحات الوطنية هن في جروبات بتجمعون وبنتبادل الأخبار والأنباء من مصادرنا الموثوقة الأساسية وبيتم نشرها، والأدمن كل واحد أدمن بياخد الأخبار وبينشرها بصفحاته. قد ايه كنت هاللحظات تعيشها أنت يعني عم تنشرها، يعني عم تنشر خبر معين قد ايه كنت تعيشها أستاذ؟ هلا أنا بشعر فيها وبشعر بالتفاعل وكأنه اللي عم يتفاعل معي أو اللي عم يكتب وأنا رد له وكأنه نحن قاعدين مع بعض، يعني مو هو إنه أنا ماني شايفه لأنه مشاعره كانت توصلني روحه كان يوصلني تعاطفي كان يوصله. نحن لما بنكتب عن شهيد
عن قصة شهيد، بتعرفي في عنا قصص يعني طبعا. يعني فعلا التاريخ لازم يكتبها، ونحن لازم نكتبها، ولازم نشتغلها بالأفلام، لازم نفرجيها للأجيال الأخرى. يعني اليوم كان في الشهيد العائلة اللي استشهدت، نعم بعدرا، ميسون محلة وزوجها البطل شهيد نزار حسن وولدينهم بشر، ويعني بالحقيقة ذكرى وفاتهم، يعني بالحقيقة اليوم تم دفنهم بضيعتهم، اليوم ارتاحت اجسادهم، قبل بساعتين بالضبط كان الدفن. الله يرحمهم ويرحم كل شهداء. يعني أنا. يعني هي قصه لحالها، يعني نحن لما بننقلها وبنصورها انه هذا الشهيد اللي ما رضي لعائلته انه هي المجموعات الارهابيه المتوحشه، هدول الانجاس، انه يدنسوا طهر وقدسيه هالاجساد والارواح، فقرر انه ينهي على يعني هي تراجيديا انا بتصور لا مثيل لها بكل العالم ولا برواية من روايات العالم. ممكن بيوم من الأيام تأخذها كفكرة لفيلم معين. هذا ممكن، هذا أكيد، وهذا بعد. وفي قصص كتير كتير لشهداء وأبطال. هلأ منتوقف عند فاصل غنائي من عن جنينة أو من تابع المشاركات. سلامات يا حبيبي يا حبيبي، سلامات يا حبيبي، سلامات يا حبيبي، سلامات. طبعا هالغنية مهداة من زميلنا معن الجمعات لك استاذ عارف. اهلا وسهلا فيك. مشكور استاذ معن، وشكرا لك يا معن. شكرا لك. يسعد مساكم وين ما كنتوا مستمعينا بسوريا وخارج سوريا بكل بقع من بقاع العالم. صبيحة قردا من ألمانيا الفنانة التشكيلية العالمية تبعت سلام لسوريا ولشعب سوريا الغالي. أيضا وداد شوى بتقول نحن على طول معك ميسا، وألف تحية وسلام لأحلى بلد بالعالم سوريا. أيضا هشام الخطيب من رومانيا بيقول صباحكم نصر ومحبة لكم ولجيشنا العربي السوري والقائد الفذ الدكتور بشار حافظ الأسد حماه الله، من رومانيا هشام الخطيب. أيضا ننتقل الآن إلى فرنسا ضمن إطار تعزيز العلاقات والروابط الاجتماعية لأبناء المغترب وتأكيد على الهوية السورية بتنمية الانتماء للوطن بعيدا عن منقولات الصحف الغربية وعن وقرب أيضا هذه الفعالية هي من فرنسا، من أرض من أبنائنا في المغتربات. معنا على الهاتف مباشرة الدكتور محمود الشيخ طه. يسعد أوقاتك دكتور. دكتور محمود معنا على الهواء. الدكتور محمود
يبدو أن الخط انقطع. إذا هذه الفعالية هي تعزيز للعلاقات والروابط الاجتماعية لأبناء المغترب والتأكيد على الهوية السورية بتنمية الانتماء للوطن بعيدا عن منقولات الصحف الغربية. يقول أفراد الجالية السورية: تعالوا لنمضي ساعات معا نسافر فيها إلى أرض الثقافة والحضارة، نلمسها كما هي من خلال الحديث عنها وعن الذكريات وعن المأكولات وعن الطيور وعن كل شيء في أرض الوطن الحبيبة. نرجع لك أستاذ عارف، بما أنه الدكتور محمود الشيخ طه ليس معنا الآن على الخط. ذكرت حضرتك يعني مواقف كتيرة كنت تشوفها حضرتك بأبناء سوريا بالداخل وبالخارج. أستاذ عارف، يعني أنت كمغترب نشاطك على صفحة الفيسبوك هل هو يعني من إيمانك بالمطلق بصفحات الفيسبوك؟ طبعا أنا مؤمن بصفحات التواصل الاجتماعي، أنا مؤمن بهي التقنيات الحديثة. يعني مثلا الجريدة أنت بتعرفي محدودة الوصول طبعاً. كورق يعني قديش بدها توصل، يعني هلأ في موقع لوكالة سانا على حتى صفحة على الفيسبوك ولا مواقع على الانترنت. وكالة سانا صارت أخبارها توصل أسرع بكتير من الورق. هلأ نحن ما عدنا بزمن الورق، عدنا بزمن هلأ التواصل الاجتماعي. هي الشبكة العملاقة والأخطبوطية اللي بتحيط بالكرة الأرضية، بستطيع أنا بث الخبر الآن، كتابة الخبر وبثه هون بلحظة بثواني بيقرأه متلقي بالولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. فنحن مدركين لأهميته ومدركين بأنه نحن كمان بدنا نوقف بوجه أيضا هناك شيء معادي لإلنا، بدنا نوقف ضده كمان. فمشان هيك نحن عاملين هذا التكتل حتى نكذب أخبارهم، لأنه عندهم كتير إشاعة منظمة كانت وعندهم حرب يعني إعلامية كبيرة كتير. بس الحمد لله قدرنا نحن نتماسك ونستوعب الصدمة الأولى ببدايتها ببداية الأزمة، وقدرنا نشكل هاي الجروبات وقدرنا نفضحهم وحتى فقدوا مصداقيتهم يعني. إذن معنا على الهواء مباشرة دكتور محمود الشيخ طه من فرنسا، يسعد أوقاتك. يسعد مساكي ويسعد صباحك وصباح سوريا يا رب. أهلا وسهلا فيك، وأنت أيضا ناشط ثقافيا في المعارض وعامل حضرتك دراسة دكتوراه في السوربون. أهلا وسهلا بحضرتك. وبالمهل شكرا لك، وشكرا للأستاذ عارف على المداخلة الحلوة وعلى وطنيته اللي ما حدا بيشكك فيها أبدا. تسلم دكتور محمود. وأنا يعني من خلال إذاعتكم الحلوة والغالية علينا بحب مسي على سوريا وصبح على سوريا دائما، وعلى ياسمين تبع سوريا وعلى شوارع سوريا وعلى الأمهات اللي فقدوا أبنائهم في الشهداء الوطن وللجيش العربي السوري. أهلا وسهلا فيك دكتور. سوريا ونحن يعني هذا أضعف الإيمان عم نحاول ننشط ثقافيا بلد الغربة بس من أجل أنه نفهمهم حقيقة موقف سوريا، وبلشوا يفهموا هلا. صحيح. تأخروا كتير كتير تأخروا بس بلشوا يفهموا، أو بالأحرى يعني حاولوا يوقفوا بالمكان الصحيح في ولو أنه بالوقت الغير مناسب للأسف الشديد. بس معلش نحن شو بدي أقول لك، نعم هالمناسبة وبقول لك أنه بكرة كمان نحن عنا يوم ثقافي الجالية السورية بفرنسا في طبعا فعالية هذا، إذا بتحبي تعرفي ما بعرف أكيد طبعا طبعا تفضل. نحن عم نتصل لحتى نعرف أكثر عن فعالية الأحد السوري، هو استكمال لفعاليات متعددة قمتم بها أنتم أبناء الجالية السورية في فرنسا، وأتيتم إلى سوريا أيضا للعمل على أرض الواقع. واستكمالا لهذه الفعاليات التي كانت في سوريا، هي أيضا سيقام غدا الأحد السوري، تفضل. اي نعم نحن هذا الفعالية طبعا انا ما كان لي شرف انه اكون مع الوفد اللي كان بسوريا. نحن يعني من ننشط ان كان بسوريا ولا خارج سوريا بنحاول دائما نتواصل مع الوطن. هالمناسبة اللي هاليوم الثقافي اللي نحن دائما بنحاول نحافظ عليه، هدفه بس بتعرفي بهالفترة فترة الحصار اللي صارت على سوريا والضغط الإعلامي المشوه، تغيير الحقيقة، الأبيض صار أسود والأسود صار أبيض للأسف الشديد. المركز الثقافي العربي السوري بفرنسا طبعا
مشكور على جهوده القيمة جدا جدا بالرغم من كل الضغوط اللي صارت على سوريا، لكن لم يتوانى ولا لحظة من فعالياته الثقافية، والحمد لله كان الجمهور دائما أكثر مما سبق. والكم والنوعية كانت مع بعضهم، وخصوصا الفرنسيين، الفرنسيين اللي ما قدرت الوسائل الإعلام تشوه لهم الصورة، وبيعرفوا حقيقة سوريا وبيعرفوا حقيقة موقف سوريا وبيعرفوا شو هي الثقافة السورية وبيعرفوا شو هي الحضارة الأصلية اللي منبع سوريا. في البعض ما كان يحاول يتردد على المركز الثقافي لأسباب خاصة فيه أو لأسباب، نحن اليوم الثقافي بدل ما هو يتردد بالمجيء لعنا، نحن صرنا نروح لعنده وندعيه على مكان يقدر يتواصل معنا ونشرح له ونفتح له قلوبنا ونحكي له عن الثقافة ونحكي له على الفن ونحكي له على الدراما السورية ونحكي له على حتى من بهيك تجمع عم نحاول كمان نحط لوحات. أنا بشكر من خلال إذاعتكم الحبيبة على قلوبنا العقوبي بعمره المديد واللي ما شاء الله تجاوز الثمانينات ولا زال فعال معنا بفعالياته الثقافية والفنية يعني عم يحصد ميداليات وعم يحصد على مستوى أوروبا طبعا. أعماله الفنية ما بعرف أكيد أنت بتذكري، هو أعمال التراث والمعاصرة وبيحاول دائما الخط العربي دائما يكون موجود واسم سوريا دائما موجود بأسلوب مباشر أو غير مباشر، بتلاقي العالم من خلال هيك لوحات ومن خلال كلمات ومن خلال اللعب التشكيلي في اللوحة الفنية بتلاقي عبيب، والحمد لله بيحصد جوائز. وأنا بهالمناسبة إذا تسمحي لي بس أنا رح هني وطني اللي أنجب أمثال الفنانة التشكيلية نادرة لطفي اللي حصلت على جائزة عظيمة من الأسوسياسيون اللي موجود في معرض بيصير باليابان كل سنة. هني أخذت ميدالية على لوحة اسمها لوحة الحاصودة. هي المرأة السورية، هي فنانة مميزة بأنها يعني هي مو ما رح نحكي بالعنصرية، لكن هي بتحاول دائما تورجي المرأة السورية العاملة الفعالة في المجتمع، يعني مو كونه فهمتي علي ولا هو بصراحة دكتور، هو المرأة السورية كلها مثل ما عم توصف أنت، لكن للأسف بعض الأعمال مغرضة للأسف صورتنا للمرأة السورية بغير هاي الصورة، ونحن فهمانيك تماما. وأنا بعتبر هاي الفنانة وبعتبر الفنان كمان هن سفراء الحضارة السورية وسفراء درجة سفير تماما بكل ما تعنيه الكلمة، سفراء الحضارة وسفراء الثقافة السورية. هذا وسام على صدرنا حبيبي، الله يخلي لي لك يا رب. وأنا يعني أخذت الجائزة الميدالية الفضية طبعا الميدالية الذهبية أخذتها وحدة مشاركة فنانة هي يابانية طبعا وهي بتنظم هذا المعرض، فما راح نحكي هلا المهم حصدت سوريا فنانة تشكيلية سورية الميدالية الفضية في اليابان من فترة، وكان من ضمن المعروضات اللي انعرضت في اليابان في لوحة اسمها لوحة الياسمين الدمشقي، هو عبارة عن العلم السوري، شايفة كيف الأحمر هو شقائق النعمان والأبيض والنجمتين الخضر عيون الخضراء اللي هو ورق الياسمين، ويعني هي كانت يعني البياض هو كان عبارة عن زهرات الياسمين الحلوة، وكان اسمها الياسمين الدمشقي. الله الله. ولوحة تانية اسمها إلى حبيبتي سوريا، يعني هي بورتري أنا ما بعرف إذا بسمح لنفسي أحكي عن حالي بس ما أنا شاركت فيها، هي البورتري يعني لوحة شخصية لزوجتي كمان مدخل فيها شقائق النعمان وحاطط لها، فالمهم كمان حصلت أخذت جائزة وأنا مسميها سورية يعني أمي. يعني البورتري هي عبارة عن لوحة لأمي وهي أمنا الغالية الحنونة اللي إذا انجرحت نحن بنتألم وإذا بكيت نحن بنبكي وإذا انبسطت نحن بننبسط، وأنا بحكي معكم شعر جسمي وقف لأنه ما أنا مو تمي اللي عم بيحكي هو قلبي روحك عم تحكي.
نحن الفعاليات نرد نرجع الفعاليات اللي عم نحكي عليها طبعا يعني دخلنا الحكواتي مثل ما بتعرفي الدكتورة ريما خليفاوي يعني موجه لها تحية دخلت الحكواتي دخلت الفن التشكيلي دخلت احيانا الرقص ولو انه احيانا بتعرف يعني مو عم نرقص من الفرح النصر يعني لا يعني من الألم بيقول أحد الحكماء من قال بأن الصوت وحده يغني إن الجسد إذا غنى كان من أعظم المطربين بالعكس يعني ما في الرقص لحاله هو فن وتعبير دكتور يسلم تمك وهي هي الفعاليات طبعاً مثل ما قلت لك وعلى كل حال يعني عم نجتمع نحن كسوريين طبعاً وكل واحد عم بيحاول يجيب أكبر عدد ممكن من الفرنسيين من أجل إنه يشوفوا ونحكي مع بعض ونبكي مع بعض ونحزن مع بعض ونتألم مع بعض ونشرح الحقيقة كما هي بكل شفافية من البداية سوريا كانت شفافة بقادة المناضل الله يطول بعمره ويحميه ويحمي سوريا ويحمي الجيش العربي السوري الشفافية هي عم نحكي فيها دائما نحن كنا على حق ولازلنا على حق. كيف شفت تفاعل الفرنسيين دكتور مع هالفعاليات يلي عم بتقوموا فيها؟ النسبة ولا كيف التفاعل الفرنسيين انتوا عم تشرحوا عن الحضارة السورية انتوا عم بتشاركوا بلوحات بتجمعات بأحاديثكم ايضا شوفي سيدتي انا رح اقول لك شغلة مثلا الفعاليات لازال يعني لازال الجمهور الفرنسي اللي عم يحضر اللي عم يحضر فعالياتنا شيء بيرفع الراس بيناتهم يعني من أمراء لويس السادس عشر في ناس عم يحضروا وعم يترددوا دائما وسفراء وناس على كافة المستويات الثقافية والفكرية عم يجوا بيحضروا وعم بيتألموا على ألم سوريا وبصدق وبدون أي مجاملة ودائما عم نشوفهم أنا خلال برنامجكم بعرف ما بعرف إذا أنا اتطرقت للمركز الثقافي أنا بس إذا بتسمحي لي هني المركز الثقافي بمديرته اللي اسمها معها المصري اللي فعلا أثبتت انه بهالفتره الصعبه على سوريا بجهودها المتواضعه والجباره بنفس الوقت يعني المركز كان بيحوي نعم للاسف الصوت ما واضح انقطع الاتصال اذا تحياتنا للدكتور محمود الشيخ طه وضعنا باجواء كتير حلوه انا فهمت من خلال حديثه للدكتور محمود بالنهايه بانه هذا المركز رغم امكانياته المتواضعه الا انه الجهد يعني للمغتربين ولاداره هذا المركز جبار وانا بعتبر هذا الجهد جبار بتعرفي بضوء شو لانه بالغرب عموما في اله اعلام مضاده فوالآلة الإعلام المضادة هي كانت كبيرة بصراحة وكانت تدعم محطات تلفزيونية وإذاعية معروفة اسمها يعني هي محطات على مستوى العالم لها مستمعينها ومشاهدينها فكان التحدي كبير ورغم ذلك قدروا المغتربين السوريين كما في فرنسا وفي غير المناطق بأوروبا وبأمريكا قدروا أنه يسوقوا وجهة نظرهم الصح وقدروا أنا أعتقد أنه قدر الشارع أنا ما عم بحكي على المستوى السياسي هذيك جبهة أخرى يعني الشارع الغربي بلش يفهم الحقيقة حلو رغم الأجندة الإعلامية المزورة فينا نقول هيك يعني هالفعاليات استاذ عارف يعني هي بمنتهى الشفافية بمنتهى التواضع بمنتهى الرقي يعني لما عم بتعزز هالعلاقات والروابط الاجتماعية بين أبناء المغترب وعم بيأكدوا على الهوية السورية يعني بمنتهى يعني البساطة بيقولوا رح نحكي رح نضحك رح نزعل رح نحضر المائدة سوا رح نحكي عن المأكولات الشهية عن الذكريات هي قديش بتعزز عند المغترب من تواصل مع وطنه الأم سوريا يعني هي تسويق للهوية السورية حقيقية نحن هي هويتنا السورية نحن ما عم ندعي نحن ناس محبين للحياة نحن ناس محبين للفن نحن ناس مو من هلأ نحن من 1920 نحن في عنا مرأة بأعلى مناصب حكومية في عنا مرأة طبيبة في عنا مرأة تقود حراك سياسي وحراك اجتماعي في عنا ملكات جمال في عنا
هي هي سوريا، ولن تكون ولن تكون سوريا الحرية غير هيك ابدا. فهي سوريا، نحن بهي المفردات، نحن بهي المفردات اذا بنرجع بنحيها وبنوصلها للغرب، نحن صدقيني رح ننتصر على السكين. بهي المفردات بالجمال بننتصر على السكين، وبالحياة ننتصر على الموت ان شاء الله. اكيد إذن تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. هاسميك ششيان من السويد بتقول يسعد مساك سوريتي، يسعد مساك شعبي وأهلي، يسعد مساك حماة الديار، يسعد مساك ضيفنا الكريم الأخ عارف الطويل، نتمنى لك دوام الصحة والعافية والتوفيق. نشكر إذاعة صوت الشعب ونشكر المطربين. وأيضا بتقول هاسميك أنه شكرا مع المغتربين وصلوا صوتنا من بلد الاغتراب إلى سوريا، وقريبا إن شاء الله منشوفك ميساء على التلفزيون ورح أرجع لك. يا ميساء أنت قلبي النابض في وطني، نشكركم جميعا، النصر قريب إن شاء الله وألف رحمة لشهدائنا الأبرار. هالكلمات الحلوة شكرا لك يا هاسميك، كانت من هاسميك ششيان بالسويد. أيضا تجمعات المؤيدة في بروكسل بيوجهوا التحية لك أستاذ عارف. أسد أيضا من سويسرا بيوجه التحية لك. معنا على الهواء مباشرة السيدة سهام الصباغ، يسعد صباحك مدام سهام. الله يخليك، يسعد صباحك. شكرا. يعني لأنه أفراحكم هي أفراحنا، ودائما منحب نكون معكم وين ما كنتوا بكل أنحاء العالم. منقول للعرسان لابن حضرتك جوزيف مروان صباغ وللعروس مريم دياب ألف مبروك، يتهنوا يا رب. والله يقدرنا امتفاتكم، ونحن هاي عم نسمع كل الألف السورية أكثر، بس يعني هيك حكمت علينا الغربي والوضع. كنتي بتحبي يكون العرس بسوريا؟ الأفراح بسوريا لطعمي مختلف كثير عن هوني، بس نشكر رب
وين ما رحنا بناخذ عاداتنا معنا تقريبا. بيرجعوا على سوريا وبنعمل لهم ان شاء الله كمان هون فرحه ثانيه ان شاء الله. استاذ عارف انت ما عارف الطويل مهي حبيبتي معي مبروك. طبعا حابب كمان الاستاذ عارف يقول لك مبروك. شكرا منك، شكرا استاذ عارف، الف مبروك. وهذا بتعرفي شو هذا يعني اثبات وبرهان على انه نحن السوريين عشاق حياه، نحن عشاق الحياه. بدنا نلعبهم صدقني، ما بننسى سوريتنا لو بدنا. دخيلة. اذا الاكليل الساعه 2 الظهر بتوقيت امريكا والاكليل اليوم ساعة 2 الظهر بتوقيت أمريكا والحفلة ساعة 7 المساء. إن شاء الله يتهنوا العرسان وميلاد مرة من أمريكا. عم بيقول كمان ألف مبروك للعرسان. أرجوكي تصلي سلامي للعروسين، أرجوكي ومباركتي القلبية. الله يخليك، الله يخليك. وألف مبروك من سوريا، من بلدكم، من برنامج مع المغتربين. ألف مبروك لجوزيف مروان صباغ ومريم دياب. ومن عند جنينة رح نسمع غنية. شكرا لك مدام سهام. وسلامنا لسيد مروان صباغ. لا ما بدنا اياك تبكي، مو على الفرح، مو على الفرح ان شاء الله. يا سلام، كيفكم؟ الله يخليك، ان شاء الله بنشوفكم قريب. اهلا وسهلا فيكي، اهلا وسهلا فيكي. شكرا سيد مروان، بيحب يحكي معكم زوجي. ايه اوكي، اهلا وسهلا سيد مروان، يسعد صباحك. يسعد صباحك يا اختي ميساء، كيفك؟ اهلا وسهلا فيك، صباح الاستاذ عارف. يخليك ويسلمك، حبينا هيك نسلم عليكم ونقول لكم مبروك لانه افراحكم هي افراحنا. إن شاء الله فرحنا بنصر سوريا وبالأمان بسوريا والسلام يا رب. الله يخلينا إياكم، شكرا على التواصل الحلو، الله يدينكم. أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله هيك بتقضوا يوم حلو مليء بالفرح يا رب. الله يخليكم، فرحنا بوجودكم، بس نسمع صوتكم وإذاعة صوت الشعب. سلام لكل الشعب السوري، للأخ الحبيب الفنان عارف تبعنا. تسلم يا له، ألف محبة بلدنا دخيل عينه. حبيبي أنتوا سفرائنا، أنتوا سفرائنا اللي بنفتخر فيكم، أنتوا وجهة سورية وحضارتها بالمغترب. الله يخليكم، والله نحن قلبنا وجذورنا كلها بسوريا، إن شاء الله يا رب هيك الله يفرج علينا وعليكم. يا رب يا رب، إن شاء الله الصيف القادم نكون نعمل فرح كبير. يا رب سوريا، عرس سوريا، عرس سوريا كاملة إن شاء الله بوجودكم. إن شاء الله يا رب. عم بتقلي مدام سهام انه كانت كمان تتمنى انه يكون الفرح بسوريا، يا ترى كان له نكهه غير؟ والله يعني صحيح احنا هون بس قلبنا بسوريا ونحب كل نعمل كل افراحنا بسوريا، بس الظروف شوي ان شاء الله فرح الثاني لولدنا الثاني ان شاء الله بيكون بسوريا وفرحنا نصر سوريا يا رب. يا رب يا ان شاء رب الله يسمع منك يا رب. ان شاء الله تفرح بكل اولادك سيد مروان. شكرا لك. الله يخليكي، الله يخليكي، طول عمرك يا اختي مساء. شكرا لاذاعه صوت الشعب لهالبرنامج الحلو يلي عم يخلينا دائما نحن مع ارضنا ومع احبابنا ومع بلدنا. اهلا وسهلا فيك، مع الله يخلينا اياكم. اهلا وسهلا فيك، وسلامنا للعرسان واحلى هديه من عنا الون من عند جنينة. الله يخليكم، شكرا كثير، كلكم ذوق. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. يا حم نهديكم محبه كل اللي هون. اهلا وسهلا فيك، سلمنا على كل الجاليه السوريه بالنتاون. الله يخليك يا رب، شكرا لك كثير. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك، مع الف سلامه. خليك معنا على الخط لحتى تسمع الغنيه. شاذ الطفق ومهاني، شاذ الطفق.
إذن أجمل التحيات وين ما كنتوا عم تسمعونا بكل أنحاء العالم. إيفيت شمير من هولندا بتقول: الفنان عارف الطويل قامة وطنية أثبتت أن أبناء سوريا رجال بصلابة وشموخ خسيون، لم يتردد باتخاذ موقف وطني، لم يخف، لم يتوارى عن الأنظار، وينتظر ليرى من الرابح ومن الخاسر. كلام بمنتهى الحقيقة. المهم بالنسبة له هو البلد، هي سوريا، هو الوطن. عارف الطويل أعطى وقته وجهده ومحبته لوطنه. أنت فخر لنا أستاذ عارف. رجاء إيصال محبتنا وتحياتنا في المغتربات لجيشنا المقدس وللدفاع الوطني، ولك شريف لتلتقيه في سوريا يدافع عن شرفنا وأرضنا وأهلنا. شكرا لك إيفيت، كلامك كان بمنتهى الوضوح والحقيقة. شو بتعلق يعني أستاذ عارف؟ أنا ما بعرف رد على هذا الكلام حقيقة، يعني يعني شكرا مدام إيفيت، أعطيتيني يمكن أكثر من اللي أنا، وبصراحة خليني أحكي بصراحة، نحن شو ما عملنا ما بنعمل 1% 1 بالألف باللي عم يعملوا جندي من جيشنا السوري العظيم على الأرض. فاللي عم نعمله نحن هو أقل واجب تجاه بلدنا وأمنا سوريا. شكرا لكلماتك الحلوة. شكرا لك إيفيت، وألف تحية دائما بكل لحظة وبكل ثانية وبكل وقت للجيش العربي السوري دائما. نحن انتصرنا إن شاء الله. أكيد انتصرنا، أكيد مو أول مرة ولا آخر مرة، نحن اللي فيها يا عالم والله انتصرنا. نحن انتصرنا، رفعنا عالمنا، رفعنا بالعالي بالعالي نسرك يا وطننا. مو أول مرة ولا آخر مرة، نحن اللي فيها يا عالم والله انتصرنا. سوريا قوي عالحب مبني، وين اللي راهن علينا ان انكسرنا. سوريا قوية، سوريا قوية ورح تبقى قوية ان شاء الله. كمان معنا من أمريكا سلمى صباغ مرة بتقول: يسعد مساكن ومسا سوريا الأم التي تعزف لحن النصر عن قريب بفضل جيشها الجبار الذي يحرر كل يوم منطقة من أيدي الغاصبين والمجرمين. واليوم فرحنا كبير جدا بتحرير عدرا وأعاد الأمن والأمان لأهلها ولشعب سوريا الوطني المؤمن بقضية بلده، أمثال الأستاذ العظيم عارف الطويل، وفقه الله وسدد خطاه لما فيه مصلحة الوطن. دمتم ودامت سوريا مع قائدها وجيشها حرة أبيا، رحم الله شهداءنا الأبرار وأسكنهم فسيح جنانه. هالكلمات الحلوة كانت من سلمى صباغ مرة من أمريكا، من ولاية بنسلفانيا مدينة ألنتاو. تحياتنا إليك مدام سلمى ويسعد صباحك يا رب. شكرا لسيدة سلمى، شكرا على كلماتها الحلوة، وأهم شيء أولدته هي البشرة. ومثل ما أنك شايفة أنه مدام سلمى بأمريكا وعرفت بتحرير عدرا اللي تم اليوم، فما مواقع التواصل الاجتماعي قديش مهمة بإيصال. وأنا بقول لمدام سلمى أنه مبارح كانت عدرا العمالية، اليوم عدرا البلد، بكرة دوما، وبعده الغوطة الشرقية، وكل سوريا عيونها خضراء بإذن جيشنا وبإذن ربنا العظيم. وجابر إن شاء الله بكرة. نعم. كمان رضا مرة بيقول: خطت أدمكن على الأرض هالدارة، أنتوا الأحبة وإلكن الصدارة. طبعا المغتربين كلياتهم يعني دائما على العموم بأجمل التحيات بيحيوا الجيش العربي السوري دائما. بيقول رضا مرة: تحية طيبة لميساء وجميع العاملين بصوت الشعب، برنامج مع المغتربين هو شمس ساطعة في المغترب، وأنني أرحب بالمقاوم الفنان عارف الطويل الذي كان وما يزال قدوة للشعب السوري، ونقدر مواقفه الوطنية الشريفة والمشرفة، وأبارك لشعب سوريا بتحرير عدرا البلد والعمالية من رجس الإرهابيين، وإن شاء الله بالقريب دوما وجوبا. نعم مثل ما نعم قلنا إن شاء الله يا رب. إلى حضن الوطن، تحية إجلال وحب إلى جيشنا الباسل الذين يسطرون أجمل معارك الشرف والنصر، لهم منا كل تقدير، وإلى قوى الأمن الداخلي ألف تحية والرحمة دائما لشهداء الوطن، وألف تحية لقائدنا السيد الدكتور بشار الأسد هنا دمشق من ألنتاون بنسلفانيا. شكرا لك سيد رضا مرة، دائما بنور حلقتنا بهالكلمات الجميلة، يسعد لي صباحك يا رب.
شو بترد له كمال؟ يعني أنا أقول يعني لما بشوف أنا المشاركات من أمريكا، طبعا شكرا كتير على كلامه، يعني أنا بشوف أنه فعلا المغتربين السوريين اللي بيبعدوا عشرات آلاف الكيلومترات عن بلدهم حقيقة هن ما زالوا مرتبطين مع سوريا الأم بهذا اللي بنسميه حبل المشيمة ولم ينقطع، بياخدوا روحهم معلقة بسوريا. فيعني هذا التواصل يؤكد على أنه الشعب السوري عظيم والشعب السوري منتصر إن شاء الله بإذن الله. يعني أستاذ عارف كمان كان لك حضور لافت داخل سوريا، إن كان بالمسيرات وباللقاءات وبالندوات يلي حضرتك شاركت فيها، قديش بتنقل للمغتربين حماس ونظرة الشعب السوري لبلدهم سوريا؟ أنت شاركت بمسيرات كبيرة، شو فينا نحكي عنها؟ أنا بالحقيقة من بداية هي كنت مشارك، أنا مو بس أنا وكثير من أصدقائي الفنانين وملايين من الشعب السوري طبعاً. والأصدقاء الفنانين اللي كانوا يعني حقيقة والمثقفين ويعني اللي رافقونا يعني هن أولاد سوريا الأصيلين. بالحقيقة من أول فعالية صارت اللي هي فعالية العلم السوري، بتذكروا على أوتوستراد المزدة في دمشق اللي كان أطول علم سوري، وكان هناك يعني عشرات الألاف من الشعب السوري. بعدها كان أيضا الجندي بساحة الأمويين، عملت معك لقاء يومتها. صحيح، كان بساحة الأمويين هناك مليونية، وكان بساحة الأمويين مليونية أخرى، كان بساحة السبع بحرات كان هناك أيضا مليونية، كمان مرتين مليونيات. باللاذقية كان في مليونية، بحلب كان في مرتين، بالقرداحة، بطرطوس، يعني بسويدا، بمعظم المحافظات السورية نحن رحنا وشفنا حقيقة يعني هذا الخزان البشري المواطن السوري الأصيل اللي جاي بالملايين حقيقة. يعني لا يمكن حدا أنه يقول هدول مو ملايين، يعني التصوير من الطيران وكذا يمكن الواحد أنه يعني ما تشوف القصة. فحقيقة أنا على الصعيد الشخصي لما شفت هاي الملايين بكل هاي المحافظات قلت هذا الخزان البشري الهائل المفعم بالوطنية والأصالة السورية هذا ما بينهزم، هذا ما بينهزم. وكل اللي كانوا مراهنين على لا سمح الله انكسار سوريا خلال شهر وشهرين وثلاثة، هي صار لنا 4 سنين والشعب السوري صامد، الشعب السوري ما رح ينكسر، الشعب السوري رح يولد من جديد من كل هذا الرماد والخراب مثل طائر الفينيق، رح نعود ورح تعود سوريا أحلى. هذا الكلام ما نو مثالي، صدقيني ما نو عاطفي، هذا كلام واقعي، وأنا عندي ثقة مطلقة بالإنسان السوري العصري اللي بإيده رح يرجع يعمر ويبني، رح يبني النفوس ورح يبني الحجر، وسوريا رح ترجع مثل ما كانت وأحسن. أكيد إن شاء الله. سوريا عيونا خضرة، مفتون الدنيا بسحرة، لو غطيت جبين الشمس، شمس بتشرب بأمرها. سوريا أرض الأحرار، أرض العز وأرض الغار، تاريخها بتحكيها حجار، الحرف الأول شمرة. سوريا عيونا خضرة، مفتون الدنيا بسحرة. طبعا المغتربين وين ما كانوا بكل أنحاء العالم بيوجهوا لك تحياتهم أستاذ عارف. أكرم مصطفى، تحية للمناضل الكبير الأستاذ عارف الطويل. أيضا أيمن صالح من ألمانيا بيقول تحية من القلب صافية إلى الفنان والمخرج الكبير الوطني عارف الطويل الذي ساهم ويساهم بكل ما أعطي من قوة وثبات على إظهار الحق. نحن نفخر بك وبأمثالك الشرفاء الذين يملكون وطن يدافعون عنه، وأن الحرب على سوريا كانت وما تزال بفعل العملاء والمتأسلمين الذين رهنوا كرامتهم وعرضهم وشرفهم للأجنبي. إنهم حثالة المجتمعات لأنهم لا يملكون وطن يدافعون عنه، ولهذا فمن لا وطن له لا يستحق
العيش. تحيه انتصارات الجيش العربي السوري الباسل والرحمه على ارواح شهداء سوريا الابرار. إذن هالكلام الجميل كان من ايمن صالح بالمانيا، هو ادمن بصفحه مع المطربين. تحياتي لك استاذ ايمن. ايضا جوزيف عيسى من المانيا بيقول تحيه من اعماق قلوبنا لك ميساء ولضيفك الفنان الكبير بكل شيء عارف الطويل. منحب نقول انه الوطن اللي فيه امثال الفنان عارف ما بينخاف عليه. اشتقنا لكم كثير. الله يرحم كل شهداء الامه، وتحياتنا لقائد وجيش وشعب الوطن. النصر للوطن. ميساء العروسين جوزيف وفيفيان بيشكروك كثير، ومنهم ومنا انا نادية وايفانا وجوزيف احلى تحيات والقبولات من حبك، وانا بحبكم كثير. تحياتي أيضا للعروسين جوزيف وفيفيان، ألف تحية، وإن شاء الله بالرفاه والبنين دائما، وبإذن الله موافقين بحياتكم دائما. بنت عفوا إلينا إبراهيم العدرة تحميك أستاذ عارف، كثير من حبك. يا رب تسلمي، تحميكي وتحميكي حبيبتي. إذن تحيات كل المغتربين بيوصلوها من ببرنامجنا لحضرتك أستاذ عارف. كمان يعني نادية أحمد يسعد بتقول صباح كل مغترب مشتاق لوطنه. تحياتي إليك نادية. أيضا كمان رح نقرأ من بهاء الصيرفي في ألمانيا، يسعد صباحكم ومساكم صباح سوريا الحنونة. رسالتي اليوم لن تكون إلى المسؤول، فنحن جميعا اليوم بموقع المسؤولية، جميعنا سفراء للوطن الجريح بعد أن تكالبت عليه كل طواغيت العالم. شدوا الهمة يا حماة الوطن، وليكن صوتنا عاليا ببلاد المغترب لنوصله مدويا إلى من تبقى من الشرفاء. ليكن همنا الوحيد عزتنا وكرامتنا وصون عرضنا وشرفنا. دعونا لا نفرط بحقنا بأن نكون أسياد كما أراد لنا قائدنا ورمز كرامتنا. عاش الوطن وعاش حماة الديار، ورحمة الخلود لشهدائنا الأبرار. هاي الكلمات الجميلة كانت من بهاء الصيرفي في ألمانيا. شو تعليقك على هالكلمات يعني أستاذ؟ حقيقة كلام جميل جدا، وفعلا يعني أشار لنقطة أنه فعلا ما عاد في سفير لسوريا. كل مواطن سوري بالمغترب شريف وأصيل هو سفير لسوريا. وحقيقة هي الدعوة، أنا بضم صوتي لصوت سيد بهاء، وبقول أنه نحن لازم نكون كلياتنا ونجتمع ونكون إيد واحدة، وطول ما نحن مجتمعين وإيدنا واحدة نحن منصورين بعون الله. يا ترى عن جد ما في يعني في شرفاء بس قلال بالعالم؟ لا 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 لا، هن كانوا يشككوا يقولوا انه الشرفاء السوريين لا الحقيقه كانوا يقولوا، لكن فاجئهم كثير لما اذا بتتذكري وقت الاستفتاء والانتخابات لما كان اللي صار ببيروت اللي صار بلبنان، لما مئات الالوف وليس عشرات الالوف طبعا خرجوا امام الاعلام لحتى ينتخبوا السيد رئيس. يعني بقصد انه اللي عم بيشكك بانه نحن لاول شيء عليه ان يراجع المسيرات المليونيه، ثانيا عليه ان يراجع نسب اللي صارت على الاستفتاءات سواء كان على الدستور او على مقابر رئاسة الجمهورية، ليعرف انه السوريين هن كتار وصوتا عالي. دائما السوريين كتار وصوتا عالي وين ما كانوا بكل انحاء العالم. ما منستسلم ما منتنازل، نحن قائدنا بشار وبدنا نقاوم ما منساوم، رح نقطع ايد الغدار. ما منستسلم ما منتنازل، نحن قائدنا بشار بدنا نقاوم ما منساوم، رح نقطع ايد الغدار. ما منستسلم ما منتنازل، نحن قائدنا بشار.
حنينا والموت مسات تحدينا حملنا البارود بايدينا وبالدم اكتبنا بشار. اذا تحياتنا لكل المغتربين يلي عم يسمعونا عبر هوا صوت الشعب من دمشق. كمان بتقول إيفيت مبروك عودة عذرا نظيفة نقية محررة بسواعد جبابرة الجيش العربي السوري المقدس وعقبال كل حبة تراب بسوريا يا رب إن شاء الله يا إيفيت. يسرا زينتاتش من ألمانيا بتقول برسل سلامي وتحياتي لك ميساء وأيضا للفنان الرائع الوطني الحر أستاذ عارف الطويل منور الحلقة اليوم بوجودك. كمان أبو أرام السوري عارف مغترب منذ 20 عام ولكنه موجود بقلب سوريا وسوريا موجودة بقلبه. أيضا صفاء المحمد بتسلم عليك مساء الخير لك ابنة سوريا ميساء. شكرا على كلامك اللطيف. شكرا صفاء ومساء الخير لضيفك الفنان عارف الطويل. يعني هالمحبة الموجودة بقلوب الكل لك شو بتفسرها أستاذ عارف؟ هلا بتعرفي انه هلا نحن عموما السوريين بنحب بعض. يعني انا من اول ما بلشت بالوسط الفني بتذكر تقريبا مسلسل خليني اقول الجوارح. هلا نحن مثلنا بلادية ببعض المناطق الجبلية وبعض مناطق اللادية ووادي قنديل وكذا وبعض الضياع يعني وشافوها الناس. هلا كنا حاجزين بفندق باللادقية فكنا نروح تقريبا مشوار بالميكرو شي نص ساعة لنوصل على مواقع التصوير نصور شي 10-12 ساعة بعدين نرجع. على قد ما كان ما صار في محبة بينا وبين أهل المنطقة وأهل الضياع. أنت ما بتصدق إذا بقلك أنا صرت نام عند أهل الضياع ما أرجع على الأوتيل نام عندهم بالبيت. صار في تآلف. نحن هيك سوريين. نحن السوريين بنحب بعض كتير. يعني بكل أجزاء سوريا السوري بيحب السوري. هلأ كتير تجلت هاي المسألة وتوضحت بالأزمة وبهي الحرب الغادرة على سوريا. التموا السوريين على بعضهم أكتر وأكتر. صار السوري بيشوف السوري الوطني اللي مثله مباشرة. بتلاقي يعني أول لغة هي لغة العناق بيناتهم. حقيقة بالأخص بالمغترب. يعني بنشوف بعض بنحس أنه دمنا ولحمنا بنعانق بعض بنعطي القوة لبعض أرواحنا تلتقى. عرفتي كيف؟ فسوريا غالية وأهل سوريا والغريب نسيب بالضبط. بالمغترب. أستاذ عارف يعني بهالدقائق بدنا نسألك عن مشاريعك الفنية القادمة أعمالك الفنية القادمة. هل أنا أجيت عموما أجيت على البلد إلى كان في عنا ندوة عمل حول الدراما السورية عقدناها في فندق الشيراتون لمدة يومين متتاليين. حكينا في عن الدراما السورية تمت دعوتي طبعا. حكينا في عن الدراما السورية يعني واقعها وآفاقها سلبياتها اللي وقعت فيها خلال هاي السنتين. لاحظنا شوي في صراحة تراجع لمستوى المسلسل السوري يلي كان قبل بفترة المسلسل السوري هو رائد على المستوى. هل صورت الأزمة بحقيقتها؟ هل أنا أعتقد أنه المسلسل السوري للأسف أثر كتير بتصوير هاي الأزمة على حقيقتها وللأسف تم استخدام وأنا آسف أني رح أكون آسي شوي هلا معلش من مبدأ النقد الذاتي تم استخدام مفردات الدراما السورية كدراما مضادة مسيسة تحارب سوريا. يعني إجا رأس مال خارج سوريا استدرج الدراما السورية وأخذ موضوعات وصورها خارج سوريا وهي في الحقيقة الأمر تسيء إلى سوريا. ولكن للأسف الشديد بأن الكاتب سوري والممثل سوري والمخرج سوري يعني حرب كونية بمعنى الكلمة حتى بدرامانا سورية. هذا اسمه مال سياسي. هذا اسمه مال سياسي يشترك في الحرب مثله مثل محطات الجزيرة والعربية. طيب وأنا الآن في صدد البحث عن نص سوري يليق بالدراما السورية إن شاء الله وإن وجدت هذا النص الذي يليق بالدراما السورية سأقوم بإخراجه على أرض سوريا حبيبتي. فقرة الشهداء يلي تحية لأرواحهم نزار حسن وميسون ممكن يتصوروا بها الفيلم هذا اللي هاللحظة هي هاللحظات إنه الإنسان فجر حاله خوفا من نعم مو خوفا بل نعم كرامة كرامة سورية. هذا السوري هذا السوري اللي ما بيرضى يكون بين أيدي الإرهابيين. لكي في كذا برنامج
بإذاعاتنا السورية الحبيبة يقدم قصص عن الشهداء وهناك من قامات سنتيان ومن برنامج بتقدمه أختي سحر الطويل الإعلامية أيضا بتقدم بس قصص عن الشهداء. صدقيني في قصص والله من البطولة يعني التاريخ لم يسجلها بهالأربع سنوات، فنحن بحاجة أن نأخذ هذه القصص ونعمل منها مادة لحتى نقول أنه نحن السوريين في عنا مخزون وطني وثقافي ومخزون انتماء لا يعادله انتماء. سوريا عمرها 10,000 كرامة أيضا، سوريا عمرها 10,000 سنة، فنحن نملك كل هذه الخارطة الجينية من 10,000 سنة، كل سوري يحملها، عرفتي كيف؟ وكل سوري أصيل أنا بقصد أكيد، والأصيلين كتار داخل سوريا وخارج سوريا أيضا، ونحن يعني حتى أثناء هذا المؤتمر عن الدراما السورية تم التنويه لهيك شغلة بأنه يتوجه قسم من الدراما والتوثيق لهذه القصص الرائعة لشهدائنا الخارجين. منوجه التحية لأرواح شهدائنا الكرام دائما وأبدا في كل لحظة وفي كل ثانية. أستاذ عارف الوقت انتهى للأسف، منور حلقتنا، منشكرك من كل قلبنا لتلبيتك دعوتنا بالمجيء ومشاركتك ببرنامج مع المغتربين. يا ترى كنت تحضر حلقات برنامجنا؟ أكيد كنت أحضرها، وأنا طبعا وجود الإنترنت ووجود صفحات كل محطاتنا السورية سواء الإذاعية والتلفزيونية ببث مباشر على الانترنت، هذا سهل المسائل جدا يعني، والانترنت ما شاء الله قوي عنا، فمجرد ما نفتح الصفحة بنحضر أخبارنا، بنحضر تمثيلياتنا، بنحضر كل الدراما السورية بنحضر حتى على الانترنت. فهي يعني بعتبرها أنه الإعلام السوري شخصية كتير صار واضحة، وكتير نحن متمسكين بإعلامنا السوري، أنا بقصد كمغتربين نحن كتير متمسكين ومؤمنين بإعلامنا السوري يلي بالبداية إذا بتتذكري كتير حاربته الحكومات والإعلام المغرض حاربه، لكن نحن متمسكين بإعلامنا، إعلامنا هو شخصيتنا، إعلامنا هو نحن. شو بتقول لبرنامج مع المغتربين؟ مع المغتربين استمروا أنتوا كتير متابعين، وحقيقة أنا ماني عم جاملك، أنتوا كتير متابعين بكل دول العالم. أنا أتمنى هذا الميكروفون اللي عم نحكي أنا وياكي فيه الآن أن يتحول إلى كاميرا، وأن تسافروا إلى عالم المغترب، وأن نرى هذا المغترب صوتا وصورة يبث يعني روحه ومشاعره تجاه وطن الأم. أنا أتمنى هذا البرنامج إن كنت تعملوه أن يتطور برنامجكم إلى برنامج، وإن كان هلأ له تأثير كبير يعني، لكن أتمنى دائما لكم التطور. إن شاء الله. طبعا هالموسيقى يلي عم نسمعها هي الموسيقى التصويرية لمسلسل الجوارح، رجعونا لأيام الشباب بس 20-25 سنة لورا. أهلا وسهلا فيك أستاذ عارف. لا بعدك شاب ما شاء الله عليك. تسلم يا رب. شكرا. طبعا منشكركم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، بسوريا وخارج سوريا، تحياتي لكم وين ما كنتوا بكل بقعة من بقاع العالم. تحياتي لكل الأدمن يلي على صفحة مع المغتربين بدون ذكر أسماء لليوم يعني أعذروني. تحياتي لكم وشكرا للكل، وأهلا وسهلا فيك، بنتمنى لقاءات ثانية ببرنامجنا حبيبتي. وأنا بقول للسوريين مثل ما أنتوا بتفتخروا بسوريا يا مغتربين سوريين، مثل ما أنتوا بتفتخروا بسوريا صدقوني سوريا بتفتخر فيكم. كنت أنا معكم مستمعينا بالإعداد والتقديم ميساء يونس، وبالتنفيذ ديما ديوب، والإخراج لمساتها الإخراجية جنينة خضر.